شباب مين عبالي يتعلم مونتاج؟ ما قلنا فيها على بريمير برو. ماشي ايه شباب، بس انا من زمان بحب البريمير برو. انا بريمير برو كانوا عايطولي بالحي. انا كثير بحب بريمير. اول فيو حكون، ثاني فيو من بعده لإله جايكم. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم هو عبارة عن توتوريال على برنامج بريمير برو. هذا البرنامج اللي هو مخصص للمونتاج، سواء اذا كان بدك تستعمله بطريقة احترافية وسينمائية او بالطريقة العادية. هذا البرنامج كتير مهم وكتير حيكون مفيد لكم، وبهيدي التوتوريال حنتعلم كل شيء بيزك بهذا البرنامج، كيف نفوت الداتا، كيف نقطع المشاهد، وكيف نحنا نوصل لمرحلة الاكسبورت. إذا مش عاملين سبسكرايب ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة عشان شانل تكبر ونعمل فيديوهات أكتر. خلينا ننتقل على الشاشة. بالبداية بنفتح برنامج بريمير برو. أنا هون عندي سي سي 2019، فيكن تستخدموا أنتو أي فيرجن تاني لأنه هني نفس الشغل، يعني نفس الكونسبت تاعهم. حنبلش هلأ نتعرف على كل شغلة بشغلتها هون جوات البرنامج. عندنا البروجكت اللي هون نحنا بنسقط كل شي داتا بدنا إياهم من خلال انه نعمل دبل كليك، نفتح ديسكتوب لنقول نفوت الداتا اللي بدنا اياها، او من خلال انه نعمل رايت كليك امبورت نقدر كمان نحنا نفوت الداتا. فوت هلا انا هون جزء من فيلم، يعني نحنا حنتعلم هلا عليه لحتى نحنا نوصل لنفوته على التايم لاين اللي عندنا. كمان نبلش نعمل له تقطيع ومونتاج. بنقرب على الفيديو الاساسي اللي هو اول فيديو حطيناه، نعمل رايت كليك نيو سيكونس فروم كليب. بصير الفيديو تاعنا كلياته موجود هون لحتى نبلش نحنا بمرحلة المونتاج تاعه. فينا من هون نحط نقبس Alt والسكرول نعلي لفوق عشان نوسع هيدي المساحة لنقدر نقشع أكتر، ونفس الشي بالنسبة للأوديو. بينقسم عنا التايم لان نحنا لقسمان، هيدا البارت اللي هو بنحط فيه كل مشاهد الفيديو اللي احنا بدنا اياها، وهيدا البارت اللي تحت اللي فيه كل الأوديو اللي احنا بدنا نشتغل عليه. لحتى نتعرف هلأ على التول، عندنا هون سلكشن تول اللي هي بتخلينا نحنا نقبس على اي بارت بدنا نختار من الكليبات اللي عندنا. البارت الثاني اللي هو الريزر تول اللي بيخلينا نقطع المشاهد اللي نحنا بدنا هن، ان كان اوديو او فيديو. هلا مثل ما هو اللي قطعتهم صار فيي انا اخذ بس هيدا البارت، صار نحط محل حط من بعده بيجي هيدا البارت من الفيديو. ونفس الشيء بالنسبه للاوديو، في انا هلا مثلا محي هون، قرب الكليب اللي بعده حطهم، بس لازم يكون هيدا الشيء متناسق عشان انتو بس تكونوا عم تشتغلوا يبين انه عم تعملوا سيكونس كامله، مش انه نحنا مرقعين مشاهد ورا بعضها فقط هيك. التول الثالثه اللي بدنا نتعلمها اللي هي التكست، كيف نحنا فينا هون نحط تكست نكتب توتوريال 1، بس نقبس نحنا التكست تاعنا بصير يطلع لنا هون مثل فوتج صغيرة اللي هي عبارة عن تكست نقدر نزيحها، نقدر نتحكم فيها. وهلأ من بعد ما تعلمنا كيف صار فينا نقطع مشاهد كتقطيع، بدنا نروح على المرحلة الثانية اللي هي الافكت. وهلأ نحنا ما حنتعلم افكت الكبار، حنتعلم بس شو يعني بوزيشن، شو يعني سكيل، شو يعني اوباسيتي. هيدول كلهم موجودين بقلب تاب اسمها Effect Control. من بعد ما عرفنا شو يعني Timeline، هلأ بدنا ننتقل على شيء اللي اسمه Effect Control. بالEffect Control في عنا Part اسمه Motion, Rotation, Opacity. هول اللي هن الأساسيات اللي احنا لازم نعرفهم. لنبلش فيهم وحدة وحدة. لنقول نحنا كبسنا على هيدي الفوتج، عملنا من هون Cut مع الأوديو، قربنا وعملنا هون Cut مع الاوديو الثاني، وبدنا نفوت زوم ان اكتر على هيدا الكاركتر. منقرب على الافكت كنترول، في عنا هون سكيل، نحنا فينا نفوت زوم ان قد ما بدنا لقدام، وفينا نرجع لورا بس حسب الريزولوشن تاعت الفيديو اللي هي بتحكمنا قديش نحنا فينا نفوت زوم ان بدون ما يصير عنا نحنا تكسير بيكسل مثل ما شايفين هلا هون. الشغلة الثانية اللي احنا بدنا نعرفها اللي هي البوزيشن. هناخد هلأ سامبل على التكست اللي حطيناه، نقبس على اللاير تاع التكست
بيصير في عنا هون position، عنا هون left right، وعنا هون up down. بنزيح بنعلي بنحط لنقول التكست هون بالزاوية، بدنا كمان نصغر. بهيدي الطريقة ممكن نحنا نشتغلها. والشغلة اللي بعدها اللي هي الاوباسيتي، نحنا بنحدد قديش بدنا اياه يكون واضح بالنسبة للمشاهدين. التكست اللي عم نحطه فينا نخفف، فينا انجا نبينه، فينا نقوي على الاخير. هو هن الاساسيات بشكل عام اللي لازم كل حدا يعرفهم. ومن بعد ما نحن تعرفنا على البروجكت، على التايم لاين، على الافكت كنترول، هلا لازم نروح على المرحله النهائيه اللي هي الاكسبورت. من بعد ما نحن خلصنا المونتاج تاعنا بدنا نروح هلا على مرحله الاكسبورت. لحتى نعملها لازم نحدد اول شيء نفهمه للبرنامج نحن اي بارت من الفيديو اللي بدنا اياه. كرمال هيك بنقرب في عنا هون شيء اسمه مارك اوت وشيء اسمه مارك ان. بنحط مارك ان، بنقول له بدنا نحن ناخذ من اول الفيديو، بنحط مارك اوت، بنقول له وصولا لحد هيدا البارت، هيدا المقطع كلياته نحن بدنا اياه يصير شقفة وحدة، يعني عبارة عن فيديو واحد. لنعمل نحن الاكسبورت تاعنا بدنا نكبس على فايل اكسبورت ميديا، او الاختصار تاعه اللي هو كنترول ام. تفتح لنا هون صفحة جديدة عشان تقلنا شو الكواليتي تاعت الاكسبورت اللي بكون انتو تخرجوا فيها. بنقرب على البريسيت اللي هي اشياء جاهزة من شركة البريمير. في عنا هون كذا اوبشن، لنعتبر نحن بدنا نبعت واتساب، بنقرب بنحط موبايل ديفايس 480، لنقول نحن بدنا اياه الكواليتي الكاملة، بنحط ماتش سورس هاي بتريت. بنحدد هون الاوتبوت نيم، وين نحن بدنا نسيف الفيديو تاعنا. بنقول نحن على ديسكتوب كليب 1، اوكي سيف. نرجع بنكبس اكسبورت، ننطر لحتى يخلص هذا البارت كلياته. هذا الفيديو تاعنا صار موجود هون، صار كامل متكامل. وهيك بنكون نحن تعلمنا بريمير برو باسرع طريقه ممكنه بالبيزك تاعولا هيدول كلياتهم. اكيد بعدين حنعمل نحن توتوريالات ادفانس اكتر، وفي اصلا قبل توتوريالات ادفانس يعني، بس شوي شوي فينا نطور اكتر من خلال انكم تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير. وبشوفكم بفيديو جديد.